يرسلك فيديو تاع الدعاء تاعك الله يحفظك وعلى مقامك ان شاء الله. سنن الارتقاء بالتضحيه الى الله سبحانه، وسنن النجاح، وسنن الفلاح، وسنن الله سبحانه عز وجل. وكم اعجبتني كلمه للشيخ أن السيد رئيس الجمهورية أعطى يعني تعليمات صارمة من خلال مجلس الوزراء يعني قريبا إلى وجوب مراجعة القانون الأساسي للأئمة الذي فيه مراجعة كبيرة لما يسمى بالرواتب للأئمة وكذلك رتبهم وترقياتهم وكذلك التكفل حسب ما يتاح في الولايات عبر السادة الولاة المحترمون لكي نتكفل بما يسمى بالسكن الوظيفي لهؤلاء وأشياء كثيرة، تصنيف المساجد، هذا كله عملية. يعني الشيء الآخر أننا كل مرة نطلب من 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 الحكومة لكي توفر لنا من طريق الوظيفة العمومية المناصب التي نحتاجها، وطبعا هؤلاء يخضعون إلى التكوين في 14 معهدا ومدرسة وطنية 15 تقريبا لكي يتأهلوا سواء كان في التعليم القرآني أو في الإمامة أو في غيرها. ومن دون شك أننا ماضون إن شاء الله من خلال إدماج ما يسمى بالإمام القائم بالإمامة أو بعض المتطوعين، وقد بلغنا في بعض الأحيان إلى إدماج 100% في هذا السلك، ونسعى إن شاء الله إلى إدماج الآخرين والتكفل بهم، وبارك الله فيك.